أما بداية حلقتنا لليوم رح تكون مع ران ميلع، وهي إعلامية. رح نتعرف أكثر على بورتريه المهندسة اللي تحولت إلى الإعلام، واللي دخلت موسوعة جينيس للأرقام القياسية بأطول فترة تلفزيونية مباشرة على الهواء عام 2014، لتتناول عالم الصوتيات من الفويس أوفر إلى الإذاعة وصولاً إلى البودكاست وتعريفه وتفاصيله، وكيف ممكن للإعلام أن يتحول إلى بودكاستر. أهلا وسهلا فيك ران وشرفتينا. مساء الخير، شكرا كثير على الاستضافة الحلوة، وأنا تشرفت أني موجودة معكم اليوم. شرفتنا. أهلا وسهلا فيك ران. يعني رح نحكي عن موضوع بعتقد نحكى فيه كثير، هو دخولك على كتاب جينيس. بس قبل بدنا نقول أنه حضرتك من بين أفضل 5 أصوات نسائية على مستوى العالم العربي بالأداء الإذاعي، وهذا شيء كثير مهم. أول شيء مبروك وخبرينا عنه. ومين بيكرس الأصوات وعلى بناء على الكرايتيرياز؟ أي كرايتيرياز بيميزه؟ هذه تجربة كثير غالية على قلبي، كانت عن طريق جمعية علوم الصوت اللي موجودة بنيويورك. بيعملوا تقريبا شيء بيشبه الأوسكارز للأصوات. ريسنتلي من كم سنة فقط أدخلوا كاتيجوري جديدة للأصوات العربية. هيدي السنة كان في مشاركات من كل الدول العربية، من لبنان، من مصر، من سوريا، من المغرب العربي، وحتى من الخليج العربي. والحمد لله ترشحت ضمن أفضل 5 أصوات. بيكون الأساس هو الخامة الصوتية بالإضافة للأداء الصوتي، كيفية التحكم، مخارج الحروف، وقديش ممكن الصوت عبر الكلمات والأداء يأثر بالشخص المتابع، رغم أنه بالجوري والمحكمين كان في كتير أشخاص غير عرب وغير ناطقين باللغة العربية. فكانوا عم بيقيموا أعمال بلغة مختلفة، بس قدي وصلون الأداء، الأحساس، قدي حسوا فعلياً بالفايبس اللي موجودة بالصوت. وعلى أساس هذا الكريتيريا تم اختيار صوتي من ضمن أفضل 5 أصوات بالعالم العربي. ألف مبروك مجدداً لإلك ران. يعني هيدا إنجاز لإلك وإنجاز كمان للوطن العربي، يعني صبية من وللنساء كمان صبية من الوطن العربي تقدر توصل لهون. لو وصلت لهون ران، كيف دربت حالك؟ كيف مرنت حالك؟ مين الأساتذة اللي اشتغلوا عليك؟ يعني خبرينا هيك الرحلة كيف ابتدأت معك؟ رحلة طويلة جداً، يعني صار لها أكثر من 15-20 سنة، بدايات من الإذاعة والتلفزيون بدمشق بسوريا، وصولاً لتدريبات بالأيوبي بعدد من المراكز موجودين هون حتى ببيروت، وصولاً لدبي. الأساس واللي دايماً اليوم بيسألوني إياه، كيف بلشتك؟ أو كيف الإنسان بيكتشف أنه هو عنده موهبة صوت وبيبدأ بعالم الصوتيات، سواء إذا كنا عم نحكي عن التعليق الصوتي أو الإذاعة، واليوم عالم البودكاست. البدايات دائماً بتكون بالمدرسة، بالأشخاص اللي حوالينا اللي بيخبرونا أنه صوتك حلو، خرج تكون مذيع. بتبدأ بعدها هون مرحلة اكتشاف الذات. الإنسان يحب صوته، يحب أداؤه، يحب فعلياً أنه هو يستخدم هيدي النعمة من الله بعمل، بأنه يوصل أفكار. بتبدأ التدريبات. كتير كمان بفتخر بمرحلة طويلة من حياتي لليوم، كوني كنت عضو بجوقة الفرح الدمشقية. لما الإنسان بيكون بينتمي لكورال، وكورال كنسي تحديداً، الصوت بيتدرب على أساسيات الفوكاليز، كيف بيكون لفظ الكلمات الصحيح، كيف بيغني وكيف بيأدي النوتات الموسيقية، بيتدرب على فنون الأداء المختلفة. على الطريق لازم الإنسان كتير يهتم بتمرينات الصوت بشكل يومي، كيف ممكن يهتم بصوته، كيف ممكن يهتم بصحة صوته، وكيف ممكن يطور الأداء. لأنه أنا دايماً بقول أنه الخامات الصوتية حلوة مثل ما الله خلقها، كما خلقها الله. بس نحن قديم ندرب أصواتنا على أداء نصوص مختلفة وألوان مختلفة من النصوص، قد ما نحن بنقدر نوصل هالخامة الحلوة بهالأداء الحلو لأذان المستمعين. فهي رحلة طويلة مع عدد كبير من المدربين، ما حأذكر أسماء حتى ما ننسى حدا. كان أساسها الشغف فعلياً، رغم أنه أحياناً بحس هذا المصطلح صار شوي بالدومين هيك مستهلك، أنه كان في شغف. بس فعلياً لما بيكون عندنا الشغف منوصل، لما نحب أصواتنا ندربها، نعرف كيف نستخدمها، بالتأكيد حتكون مسيرتنا بعالم الصوتيات مسيرة حلوة ومميزة. بعالم الصوتيات كمان في من زمان، عم بحكي من سنين لورا، كان في مونوبول. يعني كان في كم شخص هن بالوطن العربي اللي بيتوجهوا لهم اذا عندهم شيء بدهم وعايزين صوت. كيف اشتغلتي انه بعدين من بعد ما صار في انتشار كبير وصار في طلب على الصوت كثير، اكيد كثروا للاشخاص، بس في ناس كثير
توقع بالأوفرة بالصوت. بيستعملوا صوتهم بطريقة هو جميل بس ما إلى ضوابط. كيف اشتغلتي إنه ما نطلع برات إذا بدك الحدود الجميلة والأنيقة للصوت؟ البعد عن التصنع بهيك بجدا باختصار. المشكله مثل ما حكيتي كارين، ايام زمان كان في بتحسي مثل كانه العالم ناطرين يسمعوا هيدا الصوت الرجولي الخشن او الصوت النسائي يلي بيحكي كتير بيس وبيكون هيك عاطي وهره. بس مع تقدم الوقت ومع اختلاف الزمن، حتى مع دخول يعني انماط جديده من الميديا والاعلانات الطرقيه، وحتى لما الغرب بلش يستخدم اصوات انثويه اكثر، لطيفه اكثر، اقرب للناس، تغيرت نظرتنا للفويس اوفر يلي هو لازم يكون مذيع الاذاعه اللي كنا نسمعه الصبح عم يحكي الاخبار بطريقه فجه كثير. وصرنا نشوف انه لا، كثير في اصوات ممكن يكون في لها دور وبصمه بعالم الصوتيات، اذا كانت صوت جميل، اداء جميل، مخارج حروف صحيحه وطريقه يعني بالاداء وتوصيل الافكار والكلام. السوشيال ميديا بعتقد ساعدت كثير لحتى الأصوات تنتشر، نتعرف أكثر على الأصوات الموجودة. وشركات الإعلانات اللي هي كانت أصلاً أول أشخاص، والاستديوهات الإنتاج اللي هي بتستخدم الفويس أوفرز، غيرت شوي بهيدا الإنتاج أو بهيدا الدومين وبمفهوم كيف نحن منتلقى أصوات يلي منسمعها. واليوم بتسمعي كل الأصوات، بتلاقي الصوت الأنثوي الحنون اللطيف، بتلاقي صوت الرجال الخشن، صوت الرجال القوي، صوت الرجال الفريش اللي قادر يوصل مثلا إعلان لطيف بطريقة مختلفة. وصارت الساحة مفتوحة للجميع، صار بيفوز الأداء أكثر من الخامة الصوتية، بيفوز الشخص اللي بيتعب بتوصيل الفكرة وقادر فعليا أنه هو يدرب صوته ويمرن صوته ليقدم أكثر من نوع من أنواع التعليق الصوتي. رين، بدي أنطلق معك من هذه النقطة. نحن بنعرف أنه في بعض الإعلاميين أو الإعلاميات قد ما بيعملوا تدريب إلى صوتهم بتحس أنه صوتهم ما بيزبط، مثل يا بتحسي رفيع كتير أو ضخم كتير وإلى آخره، وبيضل في انتقادات حول هذا الموضوع. طيب اليوم مثلاً عم تحكي أنه أوقات مش ضروري خامة الصوت، يعني هذا ربنا خلقنا فيه نعمة، صوتي حلو بقدر استثمره بمكان معين. الأشخاص اللي ما عم بيقدروا يهذبوا صوتهم شو ممكن يقدروا يعملوا وهن بإطار الإعلام؟ التدريب يصنع المعجزات فعليا. كيف لما نحن الأثليتس والسبورت، كل الأشخاص يلي بيلعبوا رياضة، منقلهم إنه دربوا عضلاتكم وهذا الشيء بيعطيكم نتيجة. كيف لما مثلا منكتشف موهبة الرسم عند طفل من الأطفال بس بعدين منبعته يتدرب عند أساتذة أو عند معاهد لحتى يوصل؟ التدريب كتير مفيد. الفوكاليز، تمارين الصوت، تمارين التنفس كتير مفيدة. الأداء، كيف الإنسان يتعلم أنه هو شو هيدا اللون، يعني إذا عم أقول أخبار غير ما عم أقول منوعات، غير ما عم أقول الصوت. وفي شيء كتير أساسي اللي هو الكاريزما. في بعض المذيعين بالعالم، يعني أذكر مثلا مذيعة كانت على البي بي سي وعلى يعني مجموعة من القنوات بلا ما نسميهم، في مذيعة كانت مشهورة أنه عندها لدغة بحرف الراء والناس كلها كانت تتذكرها بسبب هيدي الكاريزما، لأنه هي قدرت تخلق حالة. كانت مذيعة إذاعية، قدرت تخلق حالة مع الجمهور ومع المستمعين وهن حبوا رغم أنه هي عندها لدغة بحرف الراء. سو اليوم الإعلامي هو تشكيلة وتركيبة، هو صوت وصورة وثقافة وأداء وإحساس وكاريزما. إذا جمعنا شوي 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 من كل هذه التفاصيل، أكيد حيطلع عنا شخصية إعلامية الناس بتحبها، حتكون قريبة من القلوب ورح تقدر تكون مميزة وإلى بصمة بعالم الإعلام العربي. الأذن تعشق قبل العين أحياناً، صح؟ قديش الصوت الجميل والوسقان من حاله بيأثر على الشخص اللي قدامه، وقديش بتمارسي هذا الشيء لإقناع، للفت، للعلاج النفسي كمان للأشخاص بحياتك اليومية. ذكرتي كارين شيء كتير مهم يلي هو الثقة. اليوم قد ما كان الصوت حلو ونحن بنعرف، قد ما كان الإعلامي شاطر، بس إذا ما كان مثقف وعرفان وواثق من المعلومات يلي عم يحكيها، ما بيكون عم يقول. هيدي الثقة والرشفة اللي بالصوت بتطلع، يعني بتروح له كل الجمالية الصوت وكل الخامة وكل الأداء، بتروح هيبته، صح؟ أما لما بيكون في ثقة
بتكون كل شيء عم بيقدمه بيكون أفضل. من وين بتجي الثقة؟ من معرفتنا تماماً وإحاطتنا تماماً بالموضوع يلي نحن عم نحكي فيه، من المعلومات يلي منكون أخدينها، من الخبرة يلي مرقت علينا سنين طويلة، ومن تعاملنا مع هاي التفاصيل، الكاميرا، الميكروفون، الإضاءة، الأشياء يمكن يلي الناس ما بتشوفها بس نحن مع الوقت خلص بتصير هي خبرة. ربما هون اليوم من تجربة الإعلاميين هي رسالة لكل الأشخاص يلي عندهم خجل وعندهم تحدث أمام الناس، شخص مثلاً طالب عم بيقدم رسالة الماجستير، شخص عنده باوربوينت بده يقدم معلومات أو بده عنده عرض بده يقدمه قدام الشركة أو المدراء. الأساس هو الثقة، قد ما دربنا أنفسنا، قد ما عرفنا تماماً الأشياء اللي عم نحكي عنها وكنا مرتاحين بتوصيل الأفكار، قد ما بيوصل صوتنا بطريقة أحلى، أدائنا بطريقة أحلى، والثقة يلي موجودة بداخلنا وأساس المعلومات تنعكس على صوتنا وتعطينا هاي الصوت الرزين الواثق يلي عارفان وين ياخد نفس، عارفان وين يعمل سكتة بسيطة، وعارفان كيف يمد الكلمات. أما بناحية كم الصوت الجميل بيأثر بحياتنا، يمكن في كتير أشخاص بحياتي وأنا بقول الحمد لله هيدي نعمة من الله أنه عندي هيدا الصوت الحلو، بيقولوا لي أنه بمواضع كتير بيكونوا مثلا مضطرين يسمعوا صوت حدا فعليا بيحكوا معي. كثير في أشخاص مثلاً بيقولوا لي إنه نحن بنحكي معك أكثر لنرتاح، صوتك بيريح، فيه فايبس حلوين، وهي شغلة كثير مهمة كمان، لأنه الصوت الحلو والأداء اللطيف وأن نكون مع إنسان صوته مو نشاز وحدا منحبه بيحكي برتم موزون طبعاً. في دراسة مرة قريتها أنه هي فعلياً هيدي الفايبس والنوت اللي بيدخلوا بالأذن لهم علاقة بيصيروا بالمود والتركيز. ومن هون كمان بنشوف بالهارت ريت، من هون بنشوف كمان التذبذبات الصوتيه، لما بنقول مثلا انه تذبذبات الفا وبتا وهالاشياء اللي بنسمعها، صوت المطر مثلا، الوايت نويز او الضوضاء البيضاء اللي بيحطوها للاطفال اول ما يولدوا، هي كلها اصوات ونغمات بتاثر على الانسان وبتعدل بمزاجه وبموده وقدرانه تنقله، يعني تريحه من مكان تحطه بمكان ثاني. رن عم بسمعك وعم بسمع صوتك كثير منيح، هلا عم تحكي على هداوه وبرواق، هذا هو الصوت الاذاعي اللي بتستعمليه نفس الصوت اللي عم تحكي معنا فيه؟ هي السر دائما، وكنا عم نحكي قبل شوي عن التصنع، يلي بيستخدم صوت غير صوته هو بيكون اول شيء عم ياذي حباله الصوتيه، ثانيا عم يتقمص شيء لامتى بده يكمل فيه، لامتى بده يتعب. بينما الافضل نحن نعرف صوتنا كما هو ونتعامل معه بالطريقه العادية. هذا صوتي تبع كل يوم. احيانا لما بتعرف على اشخاص جداد بحكي لكم هيدا شيء شخصي بس يمكن بيضحك، او لما بعد فويس نوت مثلا اول مره بيسمعوا فويس نوت بالواتساب بحسوا انه وحده على الاذاعه. ايه تمام. او لما حدا بيحكي معي على التليفون بقول لي حاسس حالي على الهواء. بس هو الصح دائما بمجال الصوتيات نستخدم صوتنا الحقيقي ونكون مرتاحين، كل ما كنا مرتاحين بالاداء كل ما بيوصل الاداء بطريقه اصدق للمستمعين، ما بيكون في هيدا التكلف، ما بيكون في هيدا البعد بالمسافات، وبنحس حدا كانه هيك عامل برستيج لصوته وملبس صوته كعب وحاطط له هيك اوفر ميك اب واضاءه. لا لا، خلي الصوت الحقيقي هو اللي يطلع، وكل ما اشتغلنا انه نوصل لاداء بصوت حقيقي كل ما كان اريح لنا، وعلى المدى الطويل ما بنأذي الحبال الصوتيه وما بنأذي الحنجره. اذا بدنا ننتقل شوي لموضوع البودكاست، هلا صار في بالبودكاست، صار معي بالبودكاست اصلا، لانه كيف ما بتبرمي بودكاست بودكاست ومن كل شيء، ومين ما بدك صار عم بيقدم هذا الشيء. تجربتك مع هال وقديش، وهو مبدئيا يعني يعتمد، هو فكره البودكاست تعتمد على الصوت صح بالاساس، وعلى الاذاعه كمان. ايه على الاذاعه وعلى الصوت بالاساس. تجربتك مع بهيدا الدومين اذا فينا نقول، مين قابلتي، مين شفتي، قد ايه اغنتك على الصعيد الشخصي، وقد ايه اغنت مرحلتك، مرحله العمل تبعك عمليا، قد ايه اغنت هالمرحله بالذات؟ البودكاست بحس هو التطور الطبيعي للاذاعه، لانه اليوم لما نحن عم نحكي على راديو وعلى الاذاعات فنحن دائما بنسمع بالوقت اللي الاذاعه بدها تسمعنا البروجرام، بينما البودكاست اعطانا حريه انه اون ديماند نحن نسمع هيدا المحتوى الصوتي بالوقت اللي بيناسبنا لنا، بالطريقه اللي بتناسبنا، بالمكان يلي بيناسبنا.
بحس أنه تجربة رائعة، لأنه هي فسحت مجال نتقدم كأشخاص إذاعيين أو صوتيين لعدد أكبر من الأشخاص. وربما اليوم التجربة العربية بالبودكاست بلشت تنضج، بلشنا نشوف أرقام ومتابعين من دول الخليج، من مصر، من الشرق الأوسط، عم يتجهوا نحو الاستماع للبودكاست. هلا شخصياً كتير حبيت التجربة، قدمت أكثر من برنامج بالبودكاست موجودين على منصات البودكاست، كتير أثرتني وكتير حبيتها لأنه هي بعيدة شوي عن الرسميات اللي بتفرضها علينا الإذاعة والتلفزيون والكاميرات، بيكون أكثر الحوار ودي شخصي أكثر مع الضيفة اللي منكون فيه. بس مشكلة اليوم أنه في أشخاص من العالم العربي أخذوا فكرة البودكاست وأخذوا بس اللي هن بدهم اياه من البودكاست. صرت عم شوف انه كثير في محتوى على السوشيال ميديا وسائل التواصل الاجتماعي لاشخاص عم بيصوروا انه هن عم يعملوا بودكاست او عم بيصوروا قالب المحتوى الكونتنت بقالب بودكاست، بينما الاساس انه نحن نقدم محتوى صوتي ممتع ولطيف ومفيد ومثري وناخذ منه مقاطع نحطها على السوشيال ميديا. ما تكون السوشيال ميديا والكاميرا هي الأساس. لا، لازم يكون الأساس هو المحتوى الصوتي اللي نحن عم بنقدمه، ونصور مقاطع منه حلوة تطلع على السوشيال ميديا، تيزر للحلقة حلو يطلع على السوشيال ميديا، والهدف هيك يكون بالعكس. ربما اليوم هيدي مشكلة بالعالم العربي شوي، رحنا كتير ننتج يعني محتوى مرئي ونسميه بودكاست. أنا مو ضد البودكاست المصور، لأنه حلو أنه نعطي كل المتابعين الخيارات اللي هنا بفضلوها، اللي بحب يشوفني ويسمعني أهلا وسهلا، اللي بحب بس يسمع كمان أهلا وسهلا. بس بعتقد مع الوقت شوي الناس رح تبدأ تفرق، رح تبدأ تعرف شو المحتوى الحقيقي اللي هي بحاجة أنها تسمعه، وشو المحتوى اللي نعمل فقط بهدف يكون بهيدا القالب، أو شافوا ترند أنه نعمل نصور هيك نخفف الإضاءة ونصور ونحط مقطع كفكره. لو بتشوفي كيف بيحكوا بتحسي رح يقلب المذيع يصير له شيء، يعني بعيد الشر عن قلبه من كتر ما بيوطي صوته، يعني بصير انا اعمل هيك لا اسمع انه هن فكروا انه هن عم بيكونوا عرفت شو قصدي. صح وديين يعني بصير يطلع في فرق، يعني عرفتي في فرق بين انه تكوني مريحه، وفي فرق بين انك تتصنعي الراحه واخر شيء تستفزينا يعني كمشاهده. صح، بتبقى كمان هي بالاذواق، يعني الذوق شو حابب يسمع وشو حابب. مع الوقت بيصير بيعرف، كيف لما نحن ونحن صغار بنتعلم حاسه التذوق، بعدين بنختار شو الاشياء اللي بتناسبنا، شو الاشياء اللي بنحبها. فبعتقد اليوم انه صح او حاله صحيه انه نسمع اكثر من شيء لنعرف اخر شيء نختار نحن شو المحتوى يلي مناسب لنا، واللي فعليا هو بيريح الاذن، واللي بيعطي معلومات مفيده، واللي بيغير من الانسان، بيغير من تجربته طبعا. بيعطي رؤيه ابعد. بالذات انه اليوم البودكاست كثير في منه بيكون في حوارات مع افراد، مع اشخاص عندهم خبره وتجربه حياتيه. صحيح. هذا الشيء بيعطينا فكره، نحن كل الوقت بنكون شايفين الاشياء مثل ما هي، بيجي شخص ثاني بيشوفها من زاويه مختلفه، عنده خبره مع هذا الشيء بشكل مختلف، بيفتح لنا افاق نحن نفكر نعالج القضايا بطريقه. صحيح. مختلفه ونتعامل معها بغير. يعني ما هيك هلا كمان عم نشوف العالم كثير عم بيتجهوا نحو الريلز، يمكن كمان لانه بسبب مثلا بتكون نصيحه throughout 30 ثانية مثلا، بتلاقي كل الناس عم تعمل لها شير وشير وشير أكتر. ران سبق وذكرتي يعني أنه في اختلاف بين البودكاست وبين البرنامج التلفزيوني، بعد خبرتك الإعلامية شو الفرق؟ بحس الفرق الأبرز هو التوقيت، يعني دايماً الميديا والإذاعات عندهم سكادجول بيمشوا عليه، البرامج بتكون موجودة فيه، بينما البودكاست هو content on demand، يعني بأي وقت نحن فينا نوصل له. بحس كمان أنه التكاليف اللي بتنبذل بإنتاج محتوى تلفزيوني أو إذاعي أكبر بكتير من تكاليف البودكاست. اليوم أوكي. أي شخص من بيته انطلاقاً من غرفته إذا عنده مايكروفون أو صحيح. أو صوت وإنترنت على لابتوب، قادر أنه هو يصنع محتوى صوتي، يعمل له مونتاج بأدوات بسيطة ويعرضه على كل البلاتفورمز يلي هي بتقبل تعرض هيدا المحتوى بشكل مجاني. إمكانية الوصول للمحتوى أسهل، يعني اليوم للتلفزيون فنحن بدنا تلفزيون وكيبل وأحيانا اشتراك. صحيح. لحتى نوصل، بينما البودكاست على بلاتفورمز متعددة
مثل أبل بودكاست، مثل أنغامي، مثل جوجل، يعني كثير في منصات بلاتفورمز موجودة اليوم بتقدم لنا هذا المحتوى. يعني اليوم بس نحكي أنغامي، بس نحكي سبوتيفاي، بس نحكي أبل، من مكان؟ يا بالبداية حتى لو كان شخص هاوي غير متمرس بيقبل، بياخدوا شوية وقت لحتى يعملوا ريفيو للكونتنت ضمن ضوابط محددة، غالبا بتكون ضوابط لها علاقة بضوابط أخلاقية بعيدة عن أي مواضيع لا يجوز الحديث فيها، وبيعملوا ريفيو ويقبل، تقبل البرامج. يعني اليوم مجانا فيك تحطي على أبل بودكاست أي محتوى إذا كان ضمن ضوابط معينة بتفرضها أي بلاتفورم. حتى اليوم يوتيوب صار في عندهم فيرشن خاص بالصوتيات وبالبودكاست حتى يكون في مساحة لكل صناع المحتوى الصوتي أنه هنن يحطوا المواد الخاصة فيهم بطريقة أسهل. كثير بطريقة بسيطة اليوم فينا نعمل ويب سايت بحجز بسيط، دومين بسيط، ونحط عليه كونتنت صوتي وننطلق من هذا العالم، وهذا أكيد كمان بيساعدنا. رن، قبل ما نختم حديثنا، ببداية الحوار معك قلت حضرتك أنه أنت كنت بالكورال، بكورال الكنيسة، يعني أنت صوتك حلو بس تغني، لأنه في ناس عندها صوت إذاعي بس مش بالضرورة صوت جميل للغناء. شو اللي منعك من احتراف الغناء والتوجه إلى الإعلام؟ حفك أول مرة حدا بيسألني هذا السؤال. يمكن السبب الأساسي أنه ما بحب صير مغنية، يعني أنا كنت مكتفية بدور الكورال مع الأشخاص، بحب الإعلام أكتر، بحب الراديو أكتر، بحب الأمسي على المسارح أكتر من الغناء. ولا مرة استهواني أن يكون مغنية، يمكن حبيت استخدم صوتي بطرق تانية بتقديم محتوى، وما حسيت انه انا بزبط كون حدا بغني. صوتي حلو بس مو لدرجة انه غني سولو والغناء بس. بعتقد ايه السبب الاساسي هو اللي بيوجهنا تجاه اختيار وشغفنا، الاشياء اللي منحب منحبنا على العلم انك منحس. بتشبه شوي الفنانة ألين خلف، بوجه لك التحية كثير كثير بيشبهوني الاثنين، يعني صح لاحظتي؟ صح كثير بيشبهوني فيهم. وبدي وجه تحية سبيشل لنجوى كرم، بكره حنكون بدبي على مسرح كوكا كولا ارينا، حكون انا الام سي لحفل نجوى، وحوصل لك التحية اكيد، وانبسط دائما لما بيشبهوني فيها وهيك قلبا وقالبا. تجربتك الإعلامية بدبي، تمركزك هناك كمان قد تطورت من البدايات لهلا؟ جدا جدا. تجربة مختلفة، يعني بين اني كنت بالإعلام بسوريا للإعلام ببيروت لا انه وصلت على دبي، تجربة مختلفة فيها شيء بيتطور يوميا، وفيها شيء بيتعلمه الإنسان يوميا. حتى وجود الأدوات اللي بيتعلمها الإعلامي مختلفة، يعني أنا ولا مرة قبل وجودي بالشرق بلومبرغ كنت كمذيعة إذاعية كون أنا مخرجة بنفس الوقت. اليوم أنا يومياً برنامجي أنا بعمل بروديوسر، بعمل بريزنتينج، وأنا بخرج على الهواء. كنت أتوقع هذا الموضوع كتير صعب، بس اليوم لما نحن منروح يعني مع هذا الإعلام الجديد والإعلام المتطور، كتير حبيت التجربة بدبي إنه فعلياً متطورة، فعلياً بتخلينا نتعلم أشياء ما كنا نعرف إنه نحن منقدر نعملها. صحيح. وبتاخدنا لمكان تاني بالاحترافية. نعم. ختاماً مع كيران، بعرف أنه كمان حضرتك عم تعملي تدريبات. صح. للإعلاميين والإعلاميات، سريعاً خلينا نحكي عن هذه النقطة، وين التدريبات، كيف بتدربيون، على أي أسس؟ تدريب بحسه شيء كتير حلو، أنا بحب أصلاً التدريب والتدريس، بحب دائماً أعطي نصايح قيم مساعدة للأشخاص يوصلوا لاستخدام ممتاز لأصواتهم. تدريبات الخاصة بالتعليق الصوتي بعملها أونلاين، يعني أي شخص فيه يسجل فيها وين من كان، بس يشوف صفحتي على الإنستغرام يتواصل وبيقدر يوصل. وريسنتلي بلشت تعاون جديد مع مركز الصوت المعتمد الموجود بدبي لحتى نقدم كورسات خاصة بالبودكاست، كيف بنصنع بودكاست من A to Z، مع تدريب أصواتنا، مع الجانب التقني حتى كيف بنعمل المونتاج وكيف بنعمل أبلود للحلقات وللمحتوى على منصات البودكاست المختلفة. بحسها تجربة بتضيف لي أكثر ما بتضيف للناس، مع أنه دائما نحن بنشوف اللي بيعلمنا واللي بيدربنا أنه هو المنتور، صح، يعني بيكون عنده منتور وكثير معلومات ونحن بناخذ من المدربين كثير، لكن تجربة التدريب الحقيقية كمان بتعطي للمدرب
ذخيرة كتير كبيرة بتعرفوا على الأشخاص وعلى الأطباع وعلى وجهات نظر مختلفة للمحتوى الصوتي. جيتلك جيتلك. يلا. رين الميلع. ميلع. صح. إعلامية. نحن أول شيء فخورين فيك. شكرا. وأنا كمان. امرأة من الوطن العربي. You are excelling مثل ما بيقولوا. إن شاء الله يا رب إلى الأكثر والأكثر والأكثر تألقا. شكرا لوجودك معنا وأهلا وسهلا فيك. شكرا على الاستضافة الحلوة وإن شاء الله دائما بشوفكم متألقين. Thank you ألفا كل طاقم العمل وتبقوا هيك عم تقدموا دائما محتوى لطيف مفيد وبنفس الوقت هيك لكل الأسرة العربية. زوروا موقعنا alphatv.com. تابع برامجك المفضلة وأحدث المسلسلات على قنواتنا. اشترك الآن أو اتصل على الأرقام التالية. ألفا قنوات الأسرة العربية.